بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واستثنائيه من واحد من الناس، ونحن نحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر العظيم 50 سنه، وبنحتفل بالعيد البحريه المصريه. بنتذكر مع بعض جميعا البطولات العظيمه التي قامت بها القوات المسلحه العظيمه. هذه البطولات اللي بيتكلم يقول لك نكسه 5 يونيو 67، محدش يعرف ان في نكسة 5 يونيو 67 العسكري المصري لم يلتقي بالعسكري الاسرائيلي، محدش يعرف ان في حرب قامت. الحرب ما قامتش، ما حصلش مواجهة، لان بعد فترة بسيطة جدا من 5 يونيو وتحديدا وفي نفس الشهر كانت معركة راس العش، وبعدين تتوالت العمليات وحرب الاستنزاف العظيمة وجزيرة شدوان وغيره وغيره وغيره. وكان من اهم هذه العمليات التي قامت بها البحرية المصرية، وعندنا طبعا مجموعة 39 قتال وبطولاتها العظيمة. لكن عايز أقول إن الجيش المصري لم يصمت لحظة بعد ما حدث في 5 يونيو، وكان نتيجة ذلك هذه العملية التي تمت في عام 1969 لتدمير المدمرتين بيت شفا عباتيام والرصيف الحربي. أكثر من 2000 كيلومترا من الشريط الساحلي المصري على البحرين الأبيض والأحمر تحميها أسود البحر، رجال القوات البحرية المصرية، أقوى سلاح بحري في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتحتفل القوات البحرية بعيدها في 21 أكتوبر كل عام، وهو اليوم الذي شهد إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات عام 1967، حيث خرجت لانشات الصواريخ المصرية وقامت بإغراقها في سابقة هي الأولى من نوعها، ليصبح 21 أكتوبر عيداً للبحرية المصرية ويوم نكبة لإسرائيل تحيي فيه ذكرى قتلاها كل عام. وتستمر العمليات البحرية المصرية خلال حرب الاستنزاف بالغارات المتوالية على ميناء إيلات حتى أكتوبر عام 1973، حين أذهلت قواتنا البحرية العالم بما خاضته من ملحمة ضارية ضد العدو، لتسطر البحرية المصرية تاريخا من نور وتثبت أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا بنحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر، وبنقول إن الجيش المصري قادر قادر، واللي يتوهم إن الجيش المصري مش قادر يبقى غافل. قادر وقادر وقادر إلى ما لا نهاية، وما فعله بالأمس يستطيع أن يفعله اليوم وغدا، عشان الكل يبقى فاهم بوضوح. الجيش المصري جيش قوي وجيش شجاع، عشان كده بنحتفل بهذه البطولة. واليوم معنا نستكمل حوارنا عن الطريق إلى إيلات، الفيلم والحقيقة. بيشرفني سيادة اللواء بحري عمر عز الدين، سيادة اللواء بحري نبيل عبد الوهاب من فريق عمل فيلم الطريق إلى إيلات، الأستاذة المخرجة العظيمة القديرة أستاذتنا إنعام محمد علي من أبطال الفيلم، الفنان القدير محمد عبد الجواد، الفنان القدير الدكتور هاني كمال. برحب بحضراتكم مرة تانية. أهلا وسهلا. ومعلش أنا كنت لازم أقول المقدمة دي في البداية، وأتصور حضرات اللواءات يعني تتفقوا معايا على أنا قلته، أن المقاتل المصري لم يحارب المقاتل الإسرائيلي في 5 يونيو. بالتأكيد، وبدليل اللي حضرتك قلته اللي هو معركة راس العش، اللي كانت في نفس لما الجندي المصري لقى فرصة، يعني دخل الحرب حقيقة. حصلت موقعة راس العش الجميلة اللي ما حدش يقدر ينكرها، حصل إغراق المدمرة إيلات، بتكلم على القوات البحرية، وفي نفس السنة. كل سنة طيبين يا فندم. حضرتك طيب. مدام إنعام، فيلم الطريق إلى إيلات هو يعني زي ما كنا بنتكلم في حلقة أمس، هو بيحاكي البطولات العظيمة لمجموعة عمليات قامت بها القوات البحرية، ومعانا أبطالهم
ربنا يديهم الصحة ويبارك في عمرهم. الفيلم تم الإعداد ليه قد إيه واستغرق تصويره قد إيه وتم تصويره في كم دولة؟ هو تقريبا ممكن أقول اكتمل الفيلم بعد سنتين من البدء التصوير. كنتوا بتصوروا فيه؟ صورنا في الكلية البحرية وصورنا في اللواء الخاص وصورنا في الأردن أظن؟ وصورنا المينا وصورنا يعني أماكن مختلفة في شرم الشيخ أظن؟ اسكندرية. نعم طبعا في شرم الشيخ. وفي شرم الشيخ. بالتأكيد فيلم زي ده فيه بعد أو فيه معارك حربية، والحقيقة الفيلم كله يعني أكشن، وعملتيه باقتدار شديد جدا جدا. واسمحوا لي أنقل لكم تحيات الفنان الكبير نبيل حلفاوي، كان أتمنى يكون حاضر معنا، وبينقل لكم كل تقديره واحترامه. أنا كنت بكلمه وهو كان يتمنى يكون معنا، وهو سعيد جدا وفخور بهذا الفيلم اللي قدمه، والناس كلها حتى تطلق على النهاردة لقب قبطان زي ما كنا لسنا. إيه المعوقات أو الصعوبات اللي معنا النهاردة؟ والحقيقة أنا بشكرها أنها معنا الفنانة الكبيرة شيرين وجدي. شيرين أهلا بيك، إزيك؟ أنا مبسوطة جدا أن أنا طبعا يعني استضفتني في البرنامج معاكم، يعني طبعا بسلم على كل الضيوف اللي معاك. شيرين أنا سعيد بوجودك معنا النهاردة، والحقيقة أنا عايز أسألك عن يعني أولا كواليس مشاركتك في هذا الفيلم العظيم، وإحنا حاضر معنا في الاستوديو أبطال العمل الحقيقيين أمام الكاميرا وأيضا الأبطال خلف الكاميرا الحقيقيين اللي قاموا بالبطولة. شعورك أولا كيف تم اختيارك وإنت كنت زوجة بطل من أبطال هذه العملية؟ طبعا جسد دوره في الفيلم الأستاذ نبيل حلفاوي اللي هو كان بيمثل دور مصطفى طاهر، اللي هو مصطفى طاهر طبعا قائد العمل. احكي لنا شيرين، احكي لنا ذكرياتك عن الفيلم اتفضلي. طبعا برحب بكل الموجودين طبعا مدام انعام، وطبعا الابطال الحقيقيين بقى ساعدتم عليكم كلكم، وكان نفسي ابقى معاكم. وتم اختياري من مدام انعام. كنت لسه عامله الجزء الاولاني من بوابه الحلواني، وطبعا بقيت مذهوله ان مدام انعام محمد علي المخرجه العظيمه. بيقولوا ان مدام انعام كانت شديده قوي في الاستوديو، ده حقيقي؟ يعني في ممثلين عيطوا وفي ممثل يعني محمد علي جميله طبعا، مخرجه جميله، بس هي طبعا دقيقه جدا، وانا طبعا كنت في بدايتي، فطبعا بتحب كل مشهد يطلع بالملي زي ما هي مخططه له ورسماه. فده كان بالنسبه لي طبعا ان انا ابقى معاها، يعني طبعا ليه شرف طبعا ان انا اشتغل معاها، بس هي دقيقه جدا، علشان كده طبعا هي مخرجه عظيمه. بنهنيكي بمشاركتك في هذا العمل العظيم، وبشكرك جدا على وجودك معنا رغم وجودك خارج مصر. شكرا للفنانه الكبيره شيرين وجدي. انا عايز اعرف عن تفاصيل اكتر عن العمليه، كان توقيتها امتى يا فندم ست العمر؟ هم طبعا احنا قلنا كعمليه هم 5 اختراقات. يعني في بيت شافع بيت يم والرصيف الحربي كانوا امتى؟ ماشي. في نوفمبر 8 نوفمبر 69، ده كان اول اختراق. تاني واحد 15 نوفمبر. ثالث واحد اللي هو كان فيه طبعا لازم نفتكر المرحوم عمرو البتنوني ورامي عبد العزيز، ده الاختراق الثالث كان 5 فبراير. اختراق الرابع كان في 27 ابريل 70، والاختراق الخامس اللي هي اخر عمليه بتاع الرصيف الحربي كان 14 15 مايو 70. فهم طبعا اهميه بيت شافع بيت يم ايه يا فندم ان هم يتضربوا والرصيف الحربي؟ هو اللي حصل ان في سبتمبر 69 حصل إغارة على منطقة الزعفرانة اللي في خليج السويس. أي. كان فيها محطة رادار، وجم في سبتمبر 69 وعملوا إغارة بسفينتين بيت شيفا وبات يام. محطة الرادار دي طبعا محطة يعني ما هيش مسلحة تسليح كافي، منطقة طبعا ما فيش تكافؤ، يعني منطقة نعتبر انها يعني مش متوقعين فيها اي هجوم. المهم ان هم خدوا الرادار الانتنة فكوها وجابوا التلفزيون والإذاعة، هم طبعا شاطرين في الميديا، وسموها عملية غزو مصر. والحقيقة ساعتها جمال عبد الناصر طبعا اتضايق جدا، وأقال قائد البحرية الفريق ذكري، مع ان جابوا بعد كده عينوا تاني، وعمل مجلس الدفاع الأعلى تاني شهر اللي هو في أكتوبر، وعين العميد محمود فهمي قائد القوات البحرية. وبيحكي لنا أن في مجلس الدفاع الأعلى ده قال إحنا لازم نرد على الهجوم الإسرائيلي على زعفرانة، ولازم السفينتين بيت شيفع وبيت يام دول يتم تدميرهم. فالحقيقة القادة كلهم بصوا لبعض، و
اللي قام هو قائد القوات البحريه محمود فهم، قال له يا فندم احنا عندنا رجاله بتوع الضفادع البشريه يقدروا يهاجموا ميناء ايلات ويقدروا يهاجموا جميع المواني الاسرائيليه سواء حيفا او اشدود على البحر المتوسط. هو بيحكي ان كل القاده بصوله، يعني هم افتكروا ان الراجل ده يعني تسرع في الاجابه او الحماس بتاعه عشان صغير عنده 39 سنه. ولكن الحقيقه رجع على اسكندريه وجاب رضا حلمي القائد بتاعنا الله يرحمه وقال له اللي حصل كذا في مجلس الدفاع، انا عارف الرجاله بتوعك متدربين كويس. ده معايا مراتي، واول ما حصل الانفجار لقينا الحاجات بتطير فوقنا وحاجات عماله تعمل، يعني حتى انا مراتي بتمشي زي البطه كده لقيتها بتجري كما رونالدو في هجمه مرتده، يعني حاجه كانت أكثر من رائعة. الانفجار الأخير اشترك فيه أولا حيل سينمائية مع اللي هي جهاز المفرقعات أعتقد اللي هو فيه اللي كان فيه رائد من المفرقعات هو اللي اشترك كمان. ده بالإضافة إلى إن كان برضو لسعيد شيمي دور كبير في الحكايه دي. صح. ايوه انا شفت الحق يقول شفت لا الحقيقه يا فندم احنا اول ما دخلنا المينا احنا افتكرنا ان السفينتين دول بجد، يعني الديكور بتاعه كان رائع. مهندس الديكور الله يرحمه عامل شغله كويس جدا. وقالوا له السفينه اسرائيليه تخش من غير اذننا ازاي؟ فقال لهم طب تعالوا معايا اوريها لكم. فخدهم شافوها لقوا انها هيكل خشبي وفاضي من جوه، لكن لما تيجي تشوفها بالرؤيه من بعيد وتشوف العالم هي السفينه بكل تفاصيلها. حسام نقلها من اللي هو موسوعه جينس، نقلها بالتفصيل زي ما هي السفينتين، فعمل سفينة واحدة لما من الواجهة كانها بتيم سفينة تجارية، من الخلف هي سفينة حربية لنقل اللي هي في مشهد الدبابات وغيره. الناس كلها اتكلمت عنه، البعض خده الحقيقة يعني وكان مهتم بيه قوي، هو مشهد المفجر ودخوله في داخل الديناميت او القنبله. هل المشهد ده حقيقي؟ المشهد ده هو حقيقي بس مش زي ما بان في الفيلم. الناس تخاف وحاجات كده، كان حاجه جميله جدا بدليل ان كل اللي اتفرج على الفيلم علق على المشهد ده. المشهد ده. بس المشهد ده انا وانا بصوره كان جنبي قائد العمليات اللي قام بدوره الحلفاوي، وهو اللي ادانا ادى لحسام مصطفى بالذات ادى المكات اللي يعمل على اساسه، يعني هو صوره طبق الاصل من المكات من المفجر الحقيقي. استاذ محمد، اصعب مشهد لحضرتك ايه وتعاملت معاه؟ البطل قاعد جنبك خلي بالك يعني. بس عشان ما يعني احنا الظروف اللي صورنا فيها كان كالاتي. صورنا في عز الشتاء في الميه، وفي عز الصيف في الصحراء في وسط جبال جرانيتيه، لدرجه ان سليمان عيد حبيبي واخويا كان لابس جلابيه بيضه والمفروض ان قعدته في المشهد على صخره، ففضل قاعد شويه كتير على بال ما ظبطنا وعملنا. لما قام سليمان عيد بيفرجنا على الجلابيه محروقه من ورا عامله كده اطار بني. والله انما كل ده بجد كان محفز لينا، يعني مدينا باور ومدينا. انا واحد من الناس مفيش حد فينا ما اتصابش. اتصبت كلنا اتصبت. قول لي الاصابات كانت ايه؟ الاصابات اولا عندنا زميل وقع من فوق الجبل، فاروق عيطه وقع من فوق الجبل واتدحرج دحرجه غريبه لدرجه انه في الاخر دخل في حجر وخلاص يعني فاصيب اصابات بالغه، بس ربنا ستر الحمد لله. انا اتحرقت حرق من الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه حاجه كده، يعني اللي هو الجلد بيقع يعني. طارق النهري جاله
ضربة شمس قوية جدا أسقطته ورقبته من اللغم لما كان بيشيل فضلت معلمة شهر. إنما كل ده ما قللش من أي حاجة. بعد ما خلصوا العملية وراحوا للشاطئ الأردني وكان معاه عزة العلايلي، كان طبعا نتيجة إحنا دي أضفناها نتيجة السن، يعني مش مفروض السن مش ملائم عشان ينزل يغطس يعني، فوصل مرهق جدا بس ده بقى في كامل قوته. وبعدين قال التلقين اللي هو حفظه له قبل كده قول يعني لو خرجنا ليكو هنقول ان الطياره رميتنا عند المينا ولازم نسلم نفسنا ليكو.